استضافت مصر فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، وذلك بحضور 30 شركة بريطانية. وشهد المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة. ومن المنتظر أن يسهم المنتدى في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022-2023. هذا بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 من ألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 93% عند مستوى 8890 نقطة. في أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع ترقب المستثمرين القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الجمعة القادمة. وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 86.4 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 81.76 دولار للبرميل. أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 2.51 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن مدير الصندوق أوبك للتنمية عبد الحميد الخليفة تخصيص 20 مليار دولار لدعم التنمية خلال السنوات الست المقبلة. وأكد مدير الصندوق خلال افتتاح منتدى أوبك للتنمية في فيينا أن تحديات التنمية واسعة وعديدة في مختلف دول العالم، خاصة أن الملايين يفتقدون احتياجات الكهرباء والتعليم الأساسية. كما أشار مدير صندوق أوبك إلى أن تغير المناخ زاد من مصاعب التنمية، مؤكدا أن الصندوق يواصل تمويل مشروعات التنمية في العديد من الدول.